بقول لكم يا رجال، احنا بكره ان شاء الله عندنا عمليه هنعملها كبيره قوي، وان شاء الله هتعوضنا كل الخسائر الايام السودا اللي عدت علينا. المره دي الغلطه بورطه، هنخسر فيها الجلد والساق، يعني هنخسر فيها كل فلوسنا. طب ما ترسينا على الحوار من اوله يا معلمه، فاهمين الكميه قد ايه، مكان التسليم ومعاده. هين يا شحت، هفهمك كل حاجه. فهمت حليمه هتعمل ايه؟ الله عيب يا معلمه، بس انا خايف الولد شحت يحس ان اللي في الاكياس دي مش بودره. ما تخافش يا حليمه، انا خليت الراجل اللي بيعمل لي الاكياس يظبطها كانها حقيقي بالظبط، وزياده تاكيد اهو، دي بودره بقى حقيقي بيور مش اي كلام. اذا الواد شحت حب يدوق خليه يحط صابعه يدوق، بسرعه لطافه تخفي الكيس ده، سامعني؟ وتضيف الخباثه للمعلم حنفي. أمرك يا معلم، استأذن انا. اتفضل. وعلى ايه ده كله بس يا معلمه؟ اللي مخليكي شاكه ان الواد شحته ده هو الخاين اللي بينا؟ الله، امال عايز السم اللي احنا فيه ده ايه يا راجل؟ يا كيداهم يا كيداهم، الواد معانا بقاله مده كبيره، بتشك فيه ليه؟ ما فاضليش حد اشك فيه غيرك انت حنفي. ما يكونش بعتني وحد تاني اشتراك. الكلام اللي بتقوليه ده كده معقولة؟ أنا أعمل فيكي كده؟ على رأي المثل، لو كنت غول ما تاكلش مراتك. الله الله الله، ومالك خدتها على صدرك كده؟ ده أنا بهزر معاك. صحيح كيداهم. طبعا. خش المخزن يا معلم. اتفضل قدامي. اتفضل. بقول لك قدامي. مية مية يا معلم. أصلا يلا بكاء الله. كده كله تمام يا معلمة، اتكلوا على الله بقى بس تمنونا. اتصل بيك طبعا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. مين فيكم الأستاذ؟ أنا يا فندم. بسم الله ما شاء الله، الحل بتاعك قباه. نورنا يا فندم. اتفضل يا فندم. شوف بقى، من غير كتر كلام ولا لف ولا دوران، انا هسلمك نفسي تعمل فيا ما بدالك. اهم حاجه اقوم من على الكرسي ده ما زدتش عن 40 سنه. تحت امر حضرتك يا فندم. اتفضل يا معلمة. يزيد فضلك يا واد. الله، الظاهر مخفي الاسم والصوت والصورة اللي اسمه شحتة، هيطلع بريء يا واد يا حليم. مش أنا قايلك يا معلمة، صعب قوي حد يخونك، وبعدين هنخونك ليلة مؤاخذة، إذا كنت أنت مروقة رجالتك آخر رواقة، ومخليهم مش محتاجين لأي طوع حاجة. ومال يا واد؟ البحر يحب الزيادة، والشيطان شاطر ولا ايه واد؟ بس مش اشطر منك يا معلمه. قصدك ايه واد؟ يعني انا الشيطان ولا ايه؟ لا يا معلمه، العاطفه العين ما تعلاش على الحاجب، انا قصدي يعني ان تربيتك في صبيانك تخليهم يغلبوا وسوسه الشيطان. ايوه كده، وقف مع ابوك واتكلم عادل. معقوله برضه يا معلمه؟ بقى انا بقى قصدي حاجه وحشه من ناحيتكم؟ طب ده انا راح مكتفي من خيرك. طب ده ربنا وحده اللي يعلم انت والمعلم حنفي عندي عاملين ازاي. طب ده انا لو ليا اب ولا ام معلمه. بس يا واد مالك بالشحت في قوي كده؟ ما تاخدني اهو تشحت بيا. خلاص، ما قدامك سفن ام اهي، ولا انا مش مالي عينك ولا ايه يا واد؟ الو،
ايوه حنف اسكت. ايوه الواد مخفي الاسم والصوت والصوره مش طلع بريء؟ اسمه شحت. طيب مالك متزرزر قوي كده؟ خلاص حقك عليا يا حنفي. ماشي يا ابو البنات بقى عديها المره دي. طيب يا حبيبي هنلف ونرجع. يلا واد اركب عشان نمشي. يلا معلمه. باي باي يا حنوفتي. بالسلامه يا حبيبي. يلا يا روح. لا اله الا الله. بالسلام. اطلع يا واد. خير يا معلمة. معلمة معلمة معلمة. ايه خضتنا اللي حراك اللي واخد عقلك ده؟ انا واقف بقالي 5 دقايق. الواد حليم قال لي انك عايزاني. اه عاوزاك بس خضتني يا مخفي. تعال. خد يا واد. قديم لمين دول يا معلمة؟ ده ليك ودول كمان. استاهل اكتر منهم. اقعد عاوزاك اقعد. بس ده كتير قوي قوي يا معلمه. مش كتير عليك يا واد، انت تستاهل الدنيا كلها. لا ده كده عمليه امبارح كان فيها لقمه حلوه قوي. وطي صوتك يا واد، انت اتخبلت في عقلك ولا ايه؟ لا مؤاخذه معلمه، انا عاوزاك من هنا ورايح تفتح مخك معايا كده وتكون عيني بره وجوه، يعني كلامك يكون بحساب، تخلي بالك من الفاظك اللي بتطلعها من بقك ده، وتخلي عينك في وسط راسك عليا في الرايح وفي الجاي. عاوزك في موضوع تاني مهم قوي. موضوع ايه يا معلمه؟ البنت المخفيه اللي اسمها صافيا، عايزك تحط لي عينك عليها زي الفنجال كده. حاضر. ليه؟ من يوم ما جت المنطقه نزلت علينا بالبروجوت اللي نزلت بيه ده واحنا ما نعرفش حاجه عنها. هي مين ولا اصلها ايه ولا فصلها ايه؟ مش يمكن مزوقه علينا؟ ايوه ممكن تكون من البوليس يا واد. ايوه يكون زيها علينا واحنا ما نعرفش. حكم بنت صايعه قوي تتكحل بابره وتتخطط بمسمار. ماشي يا معلمه اللي تأمري بيه. تعرف يا واد انت تستاهل كل اللي في الخزنه دي، بس انت فتح لي مخك قوي كده وجيب لي اخبار حلوه تسر قلبي من ناحيه البنت صافيه.